السلام عليكم، أهلا وسهلا مرة تانية مع قناة My Own Teacher. اليوم رح يكون معنا درس جديد في مادة الساينس لجريد 5، درس اسمه Safety and First Aid. تناولنا الجزء الأول في فيديو سابق وهلا رح يكون Part 2. قبل ما نبدأ حاب أذكركم لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد باختيار الكل أو أول عشان يوصلكم إشعار لأي فيديو جديد بنزل على قناتنا. هنبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. First aid. Whenever an accident happens, the injured person must be given an immediate medical help before he is taken to the hospital. هلأ first aid يعني الإسعافات الأولية، أوكي، وهي المساعدة الطبية الأولية اللي بنقدمها للمصاب أو المريض قبل ما يحصل على مساعدة الطبيب أو وصوله للمستشفى. This is called first aid. It is very essential because proper first aid can prevent the injury from getting worse and sometimes even saves the life of the injured person. الإسعافات الأولية شيء أساسي، أوكي، لأنه بتحمي المصاب أو المريض من الزيادة في إصابته أو التطور للإصابة، أوكي، وبتحمي الأرواح في حالات كتير لما نقدم الإسعافات الأولية الصحيحة. We save the life of the injured person. It is very important for children to know about first aid. كتير مهم للأطفال يعرفوا معلومات عن الإسعافات الأولية. You already know about the first aid to be given for minor cuts and wounds. أنت already يمكن بتعرف شو الإسعافات الأولية اللي بتنعمل لجرح بسيط أو كدمة. Nose bleeding لما بيحصل نزيف في الأنف شو بنعمل؟ بنرفع راسنا، بنحط ثلج، بننادي النيرس تبع المستشفى. And minor burns الحروق كمان، الحرق لما يكون بسيط يا يعني بنحط كريم المعالج للحرق أو بنغسلها بالماء. Anyway, let us now learn about the first aid for fracture الكسور، والsprains الالتواء، والburns and animal bites. رح نتناول المعلومات عن الإسعافات الأولية في كل حالة من هاي الحالات. Fracture is a crack or break in a bone. It may occur due to accident. Fracture عنا يعني كسر، الكسور هاي هي crack شرخ أو كسر في العظم. بتظهر بسبب حادث، ممكن واحد يوقع إيده تنكسر. عنا نوعين من الكسور. Fracture is of two types. Simple fracture و compound fracture. Simple fracture هي الكسور البسيطة. In this type of fracture only the bone breaks. بس العظم اللي بينكسر. And the tissues and muscles present around it do not get damaged. والأنسجة المحيطة بالعظمة والعضلات أو الأربطة ما بيحصل لها أي ضرر ولا تلف. هذا النوع الأول، simple fracture. النوع الثاني لما نروح للcompound fracture. In this type of fracture broken pieces of a bone may get separated completely. أجزاء العظم المكسورة ممكن تتباعد تماما، يكون كل واحدة لحالها، يعني العظمة تنكسر مش كسر واحد، أكثر من كسر. The bone breaks and the tissues and muscles around it also get damaged. بيحصل كسر في العظم وضرر في الأنسجة والعضلات المحيطة فيها. Fracture causes swelling around the injured area. Swelling بمعنى التورم أو الانتفاخ. And it is very painful to touch the injured area. مؤلم جدا الواحد يلمس المنطقة المصابة. We can provide first aid as given below. هلأ رح نقول كيف الإسعافات الأولية بتتم في حال الكسر.
take a magazine, piece of cardboard or wood, or a pillow, and tie it around the fractured part. ناخد قطعة من الجرائد أو الكرتون المقوى أو خشبة مسطرة المخدة وبنربط بنحطها كدعامة للمنطقة المكسورة وبنربط حواليها. This acts as a splint. زي ما قلنا دعامة للكسر. Splint اسمها. يبقى السبلنت هي piece of cardboard or wood or pillow and we tie it around the fractured. عندكم مبينة بالصورة. This prevents movement of the broken bone. تمنع حركة العظمة المكسورة. The second point is when bone of hand is broken, عظمة الإيد لما تنكسر, make a sling using a cloth or a bandage. السلينج اللي هي زي حاملة للإيد مع على حوالين العنق تعمل سلينج مبين عندك بالصورة. The sling gives support to the arm and prevents its movement. السلينج تعطي حماية للإيد وبتخليها محمولة على الرقبة وبتمنعها من الحركة. When fracture in the leg, tie a splint around the fractured leg. لما يكون الكسر في الإجر نفس الشيء رح نعمل splint around it يعني cardboard or wood or pillow وبنربطها حواليها عشان نمنع الإجر من الحركة. Do not allow the patient to move his hair leg at all. ممنوع نخلي المريض يحرك إجره تماما. And raise the injured leg above the level of the heart. لازم نخليه يرفع إجره أعلى من مستوى القلب. By placing pillow under the leg. على مخدة نرفع له إجره فبيكون صارت الإجر في ارتفاع أعلى من القلب. Pain and swelling can be reduced by wrapping ice packs around the injured portion. الألم في منطقة الكسر والانتفاخ أو التورم ممكن يخف بأنه إحنا نحط كمادات ثلج على المنطقة المصابة. Take the patient immediately to the hospital. لازم ناخد الشخص اللي حاسس بألام في عظم إيده أو إجره ومؤشر كسر ناخده على طول على المستشفى. Sprains. Sometimes while playing your ankle or wrist get twisted. يعني بيحصل فيها التواء منطقة ال في الإيدك الساعد أوكي والأدم الرسغ. The tissues around the joint get torn due to a sudden jerk. الخلايا أو الأربطة المحيطة بالمفصل بيحصل لها تمزق بسيط بسبب حركة مفاجئة sudden jerk. This causes swelling and severe pain at the point. طبعا بسبب ألم في المنطقة اللي حصل فيها الالتواء sprain. This is called sprain. You should use ice packs to reduce swelling. نفس الطريقة بنحط كمادات ثلج على المنطقة المصابة عشان نخفف من التورم. Some pain relieving ointments can also be used to get relief from pain. ممكن كمان نستخدم ointments كريم يعني relieving pain الكريمات اللي هي مسكنة للألم نقدر نحطها على المنطقة المصابة. An elastic bandage wrapped around the joint gives support to the joint and prevents movement. إذا بنحط ضمادة أو رابطة طبية بس بتكون مطاطة إلاستيكية بنربط فيها المنطقة المفصل المصابة وهذا بيعطيها دعم وبيحميها من الحركة الزيادة. Burns. Burn may be caused by fire, steam, boiling water, hot oil, etc. البيرنز اللي هي الحروق ممكن تسبب بسبب النار البخار ماء المغلي أو زيت سخن. عندنا أنواع الحروق ثلاثة
أولاً minor burn وهي الحروق الطفيفة. In case of minor burns, the outer layer of skin gets affected. بس الطبقة الخارجية من الجلد هي اللي بتتضرر. The burned area should be held under cool running water for some time. المنطقة اللي حصل فيها الحرق لازم تتعرض لمي جارية لمدة بسيطة عشان تحصل عملية التبريد. بعد after that and then an antiseptic cream should be applied on the burned part. بعدها بنحط كريم مضاد للبكتيريا والالتهابات. If antiseptic cream is not available, apply a paste of baking soda and water. إذا ما عندنا هذا الكريم الخاص للحروق ممكن نحط طبقة من البيكنج صودا مع المي. Put some ice in a handkerchief and wrap it around the burned area. بنحط تلج بمنديل بسيط وبنحطها حوالين المنطقة. Severe burns. In case of severe burns, take the patient to the doctor immediately. في حال الحريق شديدة لازم ناخد المريض على الدكتور. Severe pain burns need special care. Sometimes blisters are formed in the burned part. Blisters اللي هي الانتفاخات أو البقاليل المعبية مي. These blisters should not be pricked. ما لازم تنفقع. Otherwise they can get infected. غير هيك بصير في التهاب في هاي المنطقة. If the blisters do break, wash them with antiseptic liquid and cover with a clean piece of cloth to protect it from germs and also from dust and insects. إذا حصل هاي المنطقة already انفقعت لازم نغسلها بغسول مطهر عشان نمنع من الجراثيم والبكتيريا. الكيميكال بيرنز وهي الحروق الكيميائية. Okay, when burn is caused by chemical like acid, بيكون acid, مادة أسيدية. Wash the affected area with plenty of water to remove the chemical, then consult the doctor immediately. Animal bites. The saliva of animal like dogs, cats and monkeys contains viruses of a very dangerous disease called rabies. وهو داء الكلب. When these animals bite someone, the virus enters the person's body through the animal's saliva. لو الحيوان هذا عض البني آدم بينتقل هذا المرض عن طريق اللعاب. They cause rabies to the person. Poisonous animals like snake are also dangerous. Their bite can lead to death. حتى الثعبان أو الحية طبعا لدغته ممكن تؤدي للموت. So it's very important to treat animal bites immediately. First aid for dog bite. Wash the bitten part with soap and water to wash away germs. بنغسل المنطقة المصابة بالماء والصابون. Apply an antiseptic cream on the wound. This would prevent infection. بنحط كريم مضاد للبكتيريا والالتهاب وهذا بيمنع الالتهاب. Take the victim to the doctor immediately. Victim الضحية أو المصاب. The doctor may give anti-rabies injection. ممكن الدكتور يعالجه بالإبر. First aid for snake bite. When a poisonous snake such as cobra or crate bites someone, it injects poison into the victim's body. إذا الثعبان قرص أو لدغ البني آدم أكيد بدخل السم في جسم الشخص. This poison travels through the blood and affects the heart. سم الحية أو الثعبان دغري بينتقل عن طريق الدم وبيأثر على القلب. فإن case of a snake bite, do the following. Do not move the victim. ما لازم نحرك الشخص اللي لدغته الحية. So that poison does not spread in the victim's body. هيك بيكون خلص درسنا لليوم. وهنحل التمارين في جزء ثالث إن شاء الله. تأكيدا لا تنسوا الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد وتكملوا معنا. سبسكرايب وتفعيل الجرس. شكرا.